السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة كده يا ولاد نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة يا مسكرين اشتركوا في القناة عشان نوصلكم منه كل جديد. بس احنا كده يا ولاد هنحط الاكل كده في البط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. احلى 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 متابعين في الدنيا كلها زي ما انتوا شايفين كده يا ولاد. انا حاطة لهم هنا ردة على الشيشة بتاعت الذرة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بالله عليكم كده حطوا اللايك لمحمد، حطوا كده الاشتراك من ايديكم الحلوه يا اولاد. بالله عليكم يا اولاد عايزين كده القناه تترافح كده 1000 مشترك يا اولاد. عايزين بس نحقق يا اولاد الشروط بتاعت اليوتيوب بس لا اكثر ولا اقل. حبايب قلبي شد حيلكم كده معايا بالله عليكم. كل اللي يدي القناه بتاعتي تيجي تحت ايده بالله عليكم خش كده يحط اشتراك ويشترك في القناه وحط كده اللايك حلو من ايدكم الحلوة. اشتراك بالله عليكم يا اولاد، حط اشتراك من ايدكم الحلوة. يا رب كده الفيديو يعجبكم. انا كده يا اولاد حاطة الردة دي ردة على الشيشة بتاعت الذرة اللي هي اللي تحت الشامي. احنا عندنا هنا في الصعيد فاحنا بندشها في المدشة وننعمها ونحط يا اولاد عليها. نحط ردة على العيش المبلول على الشيشه دي ونحط يا اولاد الطيور بتاعتنا عشان ايه زي ما انتوا شايفين كده العلف يا اولاد غالي واحنا طبعا الاقتصاد بايظ معانا جدا زي ما انتوا شايفين يا اولاد. مفيش دخل ولا فيش حاجه، الدنيا واقفه الله المستعان. بالله عليكم يا اولاد حطوا اشتراك واشتركوا في القناه لام احمد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.